الجوف هادئة الآن، مأرب الآن مشتعلة، لابد من تحريرها وتصفيتها، لابد من تحريرها وتصفيتها أولا. والجوف سنأتي إليه أصلا، نحن سنأتي إلى الجوف الآن، سنأتي إلى الجوف ونعتبرها، ولكن أذهب إلى الجوف سياسة غلط، أن أذهب من هناك من الاتجاه ذاك ونتحرك إلى الجوف مباشرة ثم أترك مأرب من خلفي يأتي يقطع عليه. سمعت؟ نعم، هذا مو بصحيح. أروح بقواتي كلها من هناك أضيع. لكن لو تحركنا في آن واحد واستطاعت القوات العربية أن تعطينا يعني جزء من قوامها ومن قواتها وبالتزامن مع الزحف على محافظة مأرب وخولان وهذه الجهات، يعني فيكون زحف عريض بامتداد، بس بامتداد شاسع، هذه ممتازة جدا جدا. لكن أخشى أنها يعني تقلل من السرعة التي نحتاج إليها، لأنه كلما ضاق مساحة المعركة وكلما كانت أكثر جدوى وأكثر انتصار إن شاء الله سبحانه وتعالى، كلما اتسعت كلما كانت أكثر للبطء وعدم التحرير السريع. التعزيزات العسكرية التابعة للتحالف وصل منها إلى مأرب، هل ستشارك في معركة تحرير الجوف أو وصلت معدات عسكرية خاصة بالألوية الموجودة لتحرير الجوف؟ وصلتنا معدات إلى الآن ما وصلنا يعني جند، وعندنا بعض المعدات وصلت إلى أول أمس رحنا إلى عند قائد المنطقة معنا زائر من الجيران من الأخوة السعوديين، فكانوا هؤلاء الزوار يعني معهم بعض العتاد والعدة والعسكري طبعا، لكن العربات والأسلحة النوعية الأخرى ما قد وصل شيء إلى هذه اللحظة، لعلهم يخبئون لنا عندهم شيء مفاجأة لا نستطيع احنا الآن نعرفها. أعتقد القوات الموجودة ليست لمأرب فقط وإنما لليمن بشكل عام، في قوة كبيرة يعني ضخمة يعني جدا جدا وغير عادية، ولا بد أن يعطونا منها، لكن هذه يعني كسلاح لنا حسب إمكاناتنا وقدراتنا التي هم يعرفوها حسب قدراتنا العسكرية، يعني فهي أعطونا على حسب قدرتنا العسكرية، لكن أعتقد الشيء الآخر هم بيعطونا من الجيش ومن المعدات والسلاح النوعي الموجود في الصافر. ممكن أقول أنه هي سهلة وليست سهلة بالطريقة التي، مع احترام لإخوتنا في إخواننا في التحالف أو قيادة التحالف، ما أراه وكنت أنتظر أنهم يقبلوا نصيحة أو يقبلوا، هو مشي مو بصحيح الذي يعملوه، لأنه أول شيء بقائهم في صافر الفترة هذه واستدعاء من هب ودب إلى عندهم إلى طريقة غير عسكرية ليست صحيحة. إذا كان هؤلاء يريدوا أن أحد أن ينظر إلى عدتهم وعتادهم من باب رحم الله اليوم امرئين أراهم من أمرهم قوة، وقد يكون لكنها غلط، كان المفروض أنه يريهم من أمره قوة في الطرق، قد مرورها في الطريق كافي لمن عنده عقل أن يعلم أن هنا قوة ردع قوية. أما في أماكنها ما غير غلط، كل من هب ودب استدعوه لزيارتهم في أماكنهم. هؤلاء أنا مع احترامي لكل من زارهم، ما دام أنا في أتحدث مع وسيلة إعلام قوية وسيصل الصوت إلى كل مكان، مع احترامي لكل من وصل، إلا أنه لا يصح أنه يقبلوا بالناس سواء الصادق أو حتى أي واحد يزورهم من المقاومة، يجب أن لا يقبل أن يدخل إلى تلك الأماكن الحساسة والخطيرة داخل صافر، عند ينظر إلى كل أماكن تواجدهم يعني. ولهذا العدو استطاع، هو صح أنه يعرف من قبل أن منطقة صافر، لكن لا يعلم أين مخزن السلاح، لا يعلم أين وجود مكان القيادة والجنود الإماراتيين والجنود السعوديين والجنود اليمنيين، لا يعلم أين المكان، لكن الزوار الذي يأتوا إليهم ينقلوا هذه الصورة للحوثي، مع الحوثي ناس، الحوثي مش بليد إلى هذا الحد، والحوثي حقيقة استطاع أن يعرف نقاط مهمة جدا ومعلومة ما استطاع التحالف أن يعرف تلك النقاط عند العدو كما العدو عرف نقاطه، وهذا خطير. ما كان من الأفضل أنه يواجه، أو كنت أتمنى، وأنا كنت أتصل بقائد المقاومة بقائد التحالف اللي هو الأخ العميد مسلم،
انا كنت اتواصل احط سؤال ما كان يرد علي، كنت اقول له يا اخي ليس بصحيح مقابلتك هذا الذي انت تستدعي القبائل اللي عندك والضيف والاشياء، كان المفروض ان يخرج لهم الى مكان اخر يامن المنطقه. نحن كان امنا ايضا، كان وقفنا الى جانبه وساندنا وامنا المنطقه واستقبل الناس في مكان خاص بعيد عن المعسكر، وكل من دخل يرى حتى ولو الشيخ او الكبير هذا الذي يصادق معه مرافقين يعني مدسوسين يلتقطوا السمع. هذا امر خطير وكان يجب عليهم ان يتداركوه، والان يجب عليهم ان يتداركوه وتنتهي صفحة الماضي. هذا جانب. الجانب الاخر البطء هذا جعل العدو يعمل ضربة استباقية، وانا اقول انه كلما تاخروا كلما كان العدو يعني هو يشتغل والعدو ايضا يشتغل وينتهز الفرصه لاستخراج الان معلومات اخرى. اذا لم يضرب العدو سيضربها العدو مره ثانيه. واقول واوجه رساله عبر هذه الوسيله، الاسراع الاسراع القوي ومحاوله مباغته العدو و تلك يعني الضربة التي هي إن شاء الله بداية النصر، الضربة التي حصلت أول من أمس في أصافر على المخازن، أعتقد أنها يعني درس يجب علينا أن نستغلها لننتصر، لا نبقى نستغلها لتدارس. أنا المشكلة فيه مشكلة وهي التدارس الكثير، تدارس. العدو ما يعطيك فرصة تفكر، ولا هي المسألة معركة بيع وشراء، شور وقول، خذ وانتظر وتشاور انا وياك، ولحظه انتظرني حتى اني اخطط. العسكري ما بقى ينتظرك، بيفاجئك، بل فاجئ العدو انت. خذ معلومات من العدو سريعه ثم يعني اضربه في عمقه، اضربه في 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 استراتيجيته. اي نعم، هذه فارجو انه تتغير السياسه، سياسه التعتيم والبطء.